يسعد الله اوقاتكم مشاهدين ترندز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جوله جديده لابرز الهاشتاجات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نستهل البداية بجولة وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري للقصر الأحمر في منطقة الجهراء للاطلاع على أعمال ترميم وإعادة تأهيله بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الدكتور محمد الجسار وعدد من قيادي المجلس. القصر الأحمر ومتحف السلاح اللي الحين شغالين عليه إن شاء الله، خذيناه في جولة تفقدية، ورينا المقتنيات اللي موجودة، شنو أفكارنا المستقبلية حق المتحف، وإن شاء الله الافتتاح راح يكون قريب بالتزامن مع الكويت عاصمة الثقافة. ومن وزارة الإعلام إلى هاشتاغ وزارة الداخلية واستمرار مباحث الإقامة والقوات الخاصة بتنفيذ حملة أمنية على منطقة المهبولة لضبط مخالفي قانون الإقامة ضمن جهودها المكثفة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. خبرنا التالي من حساب مركز التواصل الحكومي وإعلانه عبر حسابه بمنصة أكس عن افتتاح جوجل كلاود مكاتبها في دولة الكويت، واللي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين لتلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو مستقبل رقمي مزدهر. ننتقل لهاشتاغ هيئة الطرق والنقل البري، واللي رصدنا من خلال الجهود الحثيثة اللي تبذلها وزارة الأشغال العامة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متطورة للمواطنين، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال المهندس أحمد الصالح أن نسبة إنجاز أعمال مشروع تطوير شارع القاهرة بلغت 93%. متواجدين اليوم في أحد المشاريع اللي تخدم محافظتين العاصمة وحولي، مشروع تطوير شارع القاهرة. يتكون المشروع من 5 جسور أرضية وجسر مرتفع وثلاث طرق سفلية رئيسية، ليحقق الهدف الرئيسي في رفع كفاءة الطرق ويعزز انسيابية حركة المركبات. وعلى امتداد 9 كيلو توجد 7 جسور مشاة و23 محطة انتظار مكيفة للباصات، بالإضافة إلى تطوير وترحيل الخدمات القائمة مثل خطوط مياه الأمطار والصرف الصحي، وأيضا شبكة المياه والكهرباء بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الكهرباء والماء، وكذلك خطوط الهاتف بالتنسيق مع وزارة المواصلات. يتميز المشروع بوجود زراعة تجميلية على أكتاف الطريق. كما نرجو من قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرق المؤقتة، وسيتم إزالتها بعد انتهاء من كامل المشروع، حيث أن وصلت نسبة الإنجاز إلى 93%. نشكركم على تفهمكم وسعة صدركم.
تحت هاشتاغ تطبيق سهل تداولت حسابات صفحات التواصل الاجتماعي إضافة خدمة جديدة للتطبيق تتبع وزارة المالية تختص بالبدء بإرسال إشعارات التنبيه بسرعة سداد بدل الانتفاع السنوي للشاليهات. بهدف تدريب طلبة الجامعة والدراسات العليا على مراحل تصميم وتطوير الأقمار الاصطناعية والعمل مع الخبراء في أفضل المختبرات المتخصصة، نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشاركة فريق من الكويت يضم 4 طلبة في برنامج تدريب صيفي بجامعة كولورادو ومختبر الغلاف الجوي وفيزياء الفضاء بالولايات المتحدة. الخبر صدنا لكم من حساب المؤسسة على منصة إكس. احنا فريق كويتي راح نتدرب لتصنيع وبرمجة قمر اصطناعي من فئة انسباير سات 1 في مختبر الغلاف الجوي وفيزياء الفضاء لاس. برنامج انسباير فسفار الصيفي راح يتيح لنا الفرصة ان نتدرب ونتعاون مع فرق من دول مختلفة، واللي ميز هذه الرحلة ان الكيوب سات اللي راح نشتغل عليه راح يكون جاهز للفضاء. راح نشتغل على مهمة الكيوب سات كاملة من البداية للنهاية، من تصميم وبناء الى برمجة تحت اشراف قواد وعلماء في مجال الفضاء. كعادتنا في نهاية كل أسبوع لنا وقفة مع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان وأحوال الطقس في الكويت في الفترة القادمة مع حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام على منصة إكس. هواء شمالي غربي البارح راح يضرب من اليوم مستمر، هو اليوم خفيف والبحر خفيف، اليوم راح يكون من باكر خفيف المعتدل، باكر بالليل الهواء راح يزيد وفي نشاط حتى بالرياح، يعني هذا اللي احنا دائما نحذر فيها الاخوان اللي يروحون البحر والله طالع انا الليل، لا بالليل راح يزيد فالموج، متوقع زياده ارتفاع الامواج من يوم الجمعه بالليل ويوم السبت، لا في اعتدال وفي نشاط الرياح وفي غبار، وهني يوم السبت إن شاء الله تنكسر الحرارة شوي وتستمر لعدة أيام الحرارة دون 50، يعني ترد الحرارة دون 50 درجة مئوية إن شاء الله من يوم السبت وبداية الأسبوع المقبل مع رياح شمالية غربية وجو حار، بس شو تختلف عن اليومين اللي هي فيها الحرارة عالية وشديدة الحرارة، إحنا نقول اليوم وباكر إحنا نحط بالنا بشكل أكبر اليوم وكذلك يوم الجمعة إن شاء الله. وصلنا إلى محطتنا الثامنة وتحديداً بتكون في مصر مع مقطع فيديو متداول لعاصفة رملية ضخمة رصدتها سفينة تجارية في قناة السويس. والختام بيكون مع فيديو متداول لحجر الرخام الجميل والمصدر الطبيعي له. مشاهدينا وصلنا معكم لختام جولتنا لليوم، نشكر متابعتكم ونترككم في أمان الله ورعايته.